قلت لك مليون مرة بطل الحركة دي، بتخض. أنا عارف. إيه الغلاسة دي؟ هو اللي في دماغك في دماغك برضو؟ ها؟ إيه ده؟ دي شوية فيتامينات عشان خاطر ورد. أنت عارفة إن أنا ما بحبش الطريقة دي. وعارفة كويس إن أنا عارفهم بالاسم، تحب أسمعهم لك؟ هو أنا مش بتكلم ما تردي. أنا بكلمك دلوقتي. في إيه يا سلام؟ البنت بتحبك وعايز تخلف منك. ما تبقاش أنت وزمن عليها يا أخي. هو العيب مش عليها. العيب على الكبيرة اللي بتساعدها على الكلام ده. ما تعليش صوتك تاني عليا. أنا أختك الكبيرة. قول لي عملت إيه؟ هحكي لك بعدين. اتفضل روح صالحها. يلا. بتعملي ايه؟ كنت بعمل ايه يعني؟ حضرت لك غيار، ما واضح انك هتتلكك وتبقى عايز تبيت هنا ليلاتي. هو انت اللي مش مصدقه ان انا خايف عليكي؟ ما هو انا كنت اشتكيت؟ مش عاوز عمليات يا سلام، مفيش عمليات. انا خايف عليك يا ورد من اللي بيحصل لك كل مره. انا مش فارق معايا العيال، سواء خلفنا او ما خلفناش، ده عمره ما هيقلل من الحب ليكي. مفيش راجل ما نفسوش في عيال يا سلام. لا، في وفي رجاله كتير زيي. لو ربنا ما كرمناش بعين من صلبنا يقدر يكرمنا باتنين او ثلاثه من اللي ربنا ما كرمهمش بعيلة زينا. عمرك ما هتفهم ولا تحس باللي أنا حاسة بيه. أنا فاهم، والله فاهم. لا يا سلام مش فاهم، عشان عمرك ما هتحس ببصة الناس كل مرة وهما بيسألوك عن إرادة ربنا اللي ما تمتش، ولا عن نظرات صحباتك كل مرة تخرج معاهم اللي كلها صعبانة، ولا هتفهم إحساس لما الأمهات تكون خايفة على عيالها منك من الحسد، وأنت أصلا ولا طايقهم ولا طايق عيالهم. عمرك ما هتفهم، عمرك ما هتحس بيها يا سلام. ايه يا ورد؟ عايزه تعملي العمليه عشان الناس؟ لا يا سلام، مش عشان الناس، عشان نفسي، عشان مش عايزه ابقى في اخر عمري وبربي عيالي زي ابويا، عشان انا محتاجه ده، عشاني انا. ماشي، هشام بيه. صباح الخير. اهلا. حضرتك اتنقلت؟ بس مش بعيد هنا شويه عليك ولا ايه؟ لسه مقابل محمود بيه دلوقتي، قال لي ان بقى رئيس نيابه عابدين. بتهيألي احنا هنا مش عشان نتكلم عن حاجات شخصيه.
حضرتك مقدم طلب ان موكلك عنده أقوال جديدة، ممكن أعرف إيه هي قبل ما أفتح المحضر؟ وكيلي جاي يعترف إنه قتل.